بيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون دخلنا اليوم في شهر نحبه كثيرا وهو شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لاننا من خلال هذا الشهر الكريم نزداد تعرفا الى هذا النبي العظيم عليه الصلاه والسلام، ونزداد قربا من سيرته وشمائله، ونزداد قربا من دينه الذي جاء به وشريعته، ونزداد تعلقا وحبا بكتابه القران الكريم وسنته المطهره، اللذين يعتبرين النور، اللذين بهما يمكن ان نسير في هذه الحياه، وبدونهما فلا حياه. دون الاسلام ودون القران ودون رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياه مظلمه كل الظلام، لذلك الله عز وجل وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: يخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم، لا صراط مستقيما خلاف صراط رسول الله عليه الصلاه والسلام، ولا نور ابدا خلاف النور الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام، لذلك ساقف بحول الله تعالى خلال هذا الشهر الكريم بدءا من اليوم مع ما يتعلق برسول الله عليه الصلاه والسلام، وليكن البدء من خطبه اليوم بسوره في القران الكريم سميت سوره محمد صلى الله عليه وسلم، هذه السوره الكريم التي تقع بين سوره الاحقاف قبلها في ترتيب المصحف وبين سوره الفتح بعدها اوضحت اشياء كثيرا ما احوج المسلمين الى ان يتاملوها اليوم في واقع الناس المعاصر وخاصه عندما ينازع الله عز وجل في اخص خصائصه وهو التشريع الا له الخلق والامر وخاصه عندما ينبري اناس من هنا وهناك من اجل ان يطعنوا في في شريعه رسول الله عليه الصلاه والسلام ويجتمعون في حرب شعواء منظمه ومرتبه كل منهم ياخذ جانبا من اجل النيل والطعن في هذه السيره العطره وفي هذه الشريعه الغراء وفي هذا القران الكريم الذي جاء به محمد عليه الصلاه والسلام والناس او البشريه في احيان كثيره تحتاج الى مصارحات وتحتاج الى ايضاح الحقائق اكثر من اي وقت مضى تحتاج الامه احيانا الى ان توضع النقط او النقط فوق الحروف وتحت الحروف من اجل ان تتضح الاشياء سوره محمد صلى الله عليه وسلم نزلت بالمدينه المنوره من اجل ان يتمايز الناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى أن يتمايز أصحابه من أعدائه في حاجة إلى أن يظهر المؤمنون الصادقون وفي هذه السورة تجدون قول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أي لا بد أن يمتحن الناس لا بد أن يختبر الناس لانه في اوقات كثيره لا يتميز احد عن احد يظهر الجميع وانه في وكان الجميع في صفك حتى قال احد الشعراء قديما وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك الاسلام يريد من الناس ان يوضحوا مواقفهم كن مع الاسلام صريحا او كن ضد الاسلام صريحا كن واضحا الذي لا يقبله الاسلام ايها الاخوه هو اسلوب النفاق هو اسلوب المرض القلبي ستجدون اذا قراتم سوره محمد صلى الله عليه وسلم انها لا تذكر كلمه النفاق كثيرا لا تذكرها كثيرا وانما تذكر الذين في قلوبهم مرض اي هذا مرض قلبي لان الانسان اذا لم يكن معانيا من مرض قلبي اذا لم يكن يعاني من ازدواج الشخصيه حقيقه فانه يصرح بموقفه اذا اعجبه هذا الاسلام واعجبته الشريعه واعجب بمحمد صلى الله عليه وسلم فانه يرفع بذلك صوته ويصرح بانه مع الدين ومع الاسلام واذا كانت له الشجاعه ايضا فانه يعبر بصريح العباره بانه مع الكفر كان ابو جهل أبو جهل بن هشام وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وأخوه شيبة وهؤلاء الصناديد كانوا شجعانا كانوا شجعانا لأنهم لم يلعبوا على الإسلام والكفر وإنما ناصبوا الإسلام العداء من أول يوم ووجدوا أنه يتصادم مع مصالحهم ويتصادم مع أهوائهم ولذلك اتخذوا منه موقفا من أول يوم ولازموه العداء بصراحة لكن الذي تفاجا به الاسلام في المدينه المنوره نسبيا تفاجا المسلمون في الحقيقه اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان مؤيدا بالوحي وكان يعلم ما ستفرزه وضعيه انتصار الاسلام عندما يعتز الاسلام عندما ينتصر الاسلام عندما تكون الاغلبيه مع الاسلام ومع شريعه الاسلام فهنا تظهر البذره الخبيثه وهي بذره النفاق التي تريد ان تلعب على الحبلين تريد ان لا تكون ضد هؤلاء ولا ضد هؤلاء قلوبها كما قيل للحسين عليه السلام قيل له ان قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني اميه الناس قد تختلف قلوبهم وتوجهاتهم الداخليه مع ما يصرحون به احيانا لذلك صوره محمد صلى الله عليه وسلم بدات بهذا الافراز وهذا التباين الضروري فقالت الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وهؤلاء كانوا موجودين في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وكانوا واضحين الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم لاحظوا التصريح القراني التشريح القراني التوضيح القراني توضيح ما بعده توضيح يريد ان يقول لك القران في سوره محمد صلى الله عليه وسلم ان الايمان ليس امرا قلبيا فقط ان الايمان ليس ادعاء ولا زعما وانما الايمان عباره عن معتقد في القلب يصدقه عمل الصالحات وايضا يصدقه ان تؤمن وتلتزم قدر مستطاعك بكل ما نزل على محمد لاحظوا والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد هل يحتاج الله عز وجل ان يقول لنا وهو الحق من ربهم لاحظوا هذه الايه تسمى عند النحاة جمله اعتراضيه او حتى حاليه او شيء من هذا القبيل والحال انه الحق من ربهم وهو الحق من ربهم لماذا يقول الله تعالى وهو الحق من ربهم لان هنالك من سياتي لينازع هل ما نزل على محمد هو الحق او ان هنالك ما يمكن ان يكون افضل منه هذا هو ال الذي يقرا ويكتب خلال ما ينشر وما يسمع وما يرى هذه الايام ان ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يوضع الان في الميزان بل ويوضع في الكفه المرجوحه فيقال ان ما جاء في المواثيق الدوليه وما جاء في مواثيق حقوق الانسان يجب ان يطغى على ما جاء فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما معنى ان يطعن في الايه القرانيه الصريحه ما معنى ان يطعن في الحديث النبوي الصريح هل معنى ذلك انك تريد ان تقول ان الله عز وجل جاهل بالاحكام او ان الله جاهل بما سيقع بعد اربعه عشر قرنا من نزول القران ما علم الله عز وجل انه قابل للتغير انتبهوا ايها الشباب لهذه القاعده علم الله عز وجل محيط بما كان وبما يكون وبما سيكون الى يوم القيامه وما سبق في علم الله انه قابل للتغير وقابل للاصلاح وقابل للتحويل فانه تركه للناس يجتهدون فيه وقد ذكرت لكم عده مرات ان القران والحديث النبوي الشريف لم يفصل في امور كثيره جدا ما قال لنا الله عز وجل احرثوا بالمحراث الخشبي او الحديدي ولا قال لنا قاتلوا بالسيف او بالرمح ولا قال لنا افعلوا هذه الاشياء التي تقبل التطوير والتجديد وانما تركها للناس اعطى قواعد عامه وترك التفاصيل للناس لانها قابله للتجدد والتحول اما الاحكام المتعلقه باصلاح الانسان ما يسمى بالاحوال الشخصيه وما يسمى بالحدود وما يسمى بالشريعه بصفه عامه فيما فصل الله فيه وفيما فصل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم فلا مجال فيه لمزايده ولا مجال فيه لمناقصه وانما المجال مجال اتباع ومجال تطبيق ومجال عمل عندما يدعو الناس الى الاجتهاد الى الجلوس من اجل الحوار والنقاش جيد الحوار والنقاش جيد لكن عندما يتعلق الامر بامور اجتهاديه اجتهد فيها الفقهاء السابقون او اللاحقون المتاخرون او المتقدمون لا باس بالاجتهاد فيه اذا اردت ان تعيد الاجتهاد مره اخرى سننظر ماذا ستحصل عما سيسفر اجتهادك لكن الخط الاحمر للمسلم لمن اراد ان يكون مسلما الخط الاحمر هو ان يناقش شيئا مما نص الله عز وجل عليه او مما نص عليه رسوله صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع لان في ذلك محاده ولان في ذلك مشاقة لله ورسوله وقد قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وجاء في ايه اخرى ومن يشاق الله ورسوله وجاء في ايه اخرى ومن يحادد يحادد الله ورسوله وجاء في ايه اخرى ومن يعشو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون هذا هو الإشكال لاحظوا القرآن كيف يحلل نفسيات هؤلاء نقيض له شيطانا فهو له قرين شيطانه قرينه يزين له المنكر يزين له الأفعال الشريرة ويرى والمصيبة انه لا يدرك انه على خطا وانما يعتقد انه صاحب الصواب كتب بعضهم مؤخرا قال لماذا انتم تريدون ان تتوقفوا عند اخر محطه يقصد محطه الايمان عندما امن الناس بالقران وبالسنه يقول ان هنالك اشياء اخرى يمكن ان يصلها الانسان الى اين يمكن ان تصل بعد القران الى اين يمكن ان تصل بعد الحديث الى اين يمكن ان تصل بعد الاسلام هل تعتقد انك عبقري اكبر تريد ان تصل بالناس الى افضل مما جاء به الله او افضل مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن هذا غرور كبير جدا وصلت البشريه الى غرور خطير بحيث صار الانسان يجعل نفسه ندا لله عز وجل وندا لرسوله صلى الله عليه وسلم ويرى ان هنالك محطه اخرى افضل مما وصل اليه الناس عبر التدين وعبر الدين عن اي محطه تتحدث اسلامنا حرم ما حرم واباح ما اباح واوجب ما اوجب اعطنا شريعه بديله اعطنا شريعه بديله كامله تتحدثون عن البرامج اعطنا برنامجك القران اوضح برنامجه ممنوع الزنا، ممنوع الكذب، ممنوع الخيانه، ممنوع الاغتصاب، ممنوع القتل، ممنوع الخمر، ممنوع الميسر، ممنوع الربا، ممنوع الغش واجب، الصلاه واجبه، الصوم واجب، الزكاه واجبه، الحج واجب، بر الوالدين واجب، الامر بالمعروف واجب، هذا برنامج القران هذا برنامج رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعطونا شريعه اخرى تريدون لنا شريعه فيها الحريه الجنسيه المطلقه؟ أن يكون لإنسان الحرية في أن يفعل ما يشاء دون ضابط أو وازع. حرية أن تلبس المرأة وتخرج كما تشاء. حرية أن يمارس الإنسان حقه في جسده بالزنا وحتى بالشذوذ كما يشاء. حرية أن تجهض المرأة كما تشاء. هذه هي الشريعة التي تريدون. حرية نشر الخمور والحشيش وهذه الأشياء كما يشاء الناس. هذه هي الشريعة التي نبشر بها. هذا هو البديل. الذي نبشر به بدل الاسلام لن نترك ديننا والله لن نترك شريعتنا والله جعفر بن ابي طالب رضوان الله عليه ادرك الفرق بين الشريعه الاسلاميه وبين الشريعه الغابيه والغبيه ايضا الغابيه نسبه الى الغابه القوي ياكل الضعيف والغبيه لانها غبيه تحتقر عقل الانسان عندما ذهب وتعرفون القصه الى ملك الحبشه فبعثت قريش عمرو بن العاص قبل أن يسلم رضي الله عنه بعثت به من أجل أن يسترد هؤلاء فقام جعفر خطيبا وقال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نأكل الميتة ونعبد الأصنام ونسيء الجوار ويأكل القوي في الضعيف حتى بعث الله إلينا رجلا منا نعرف نسبه وحسبه وصدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الله وحده وإلى حسن الجوار وإلى صله الارحام وخطب خطبه جميله جدا ولا اروع منها فاذا بملك الحبشه الذي كان انسانا شفافا لم يكن له خلفيه شرقيه ولا غربيه وانما كان انسانا متدينا مسيحيا في اصله فاذا به يرى ان الحقيقه مع هذا الدين يرى ان ما دعا له محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل على محمد هو الحق وهذا هو الفارق هذا هو الفارق بين الايمان وبين غير الايمان لذلك الله عز وجل يوضح واتبعوا ما نزل على محمد هذا شرط رئيس الله عز وجل ذكر ثلاثه اشياء والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم من ربهم هذا الحق ليس منا هذا ليس لفصيل هذه الشريعه ليست لفصيل وليست لحركه ولا لحزب ولا لمجموعه ولا لاي كان لاحظوا لم يقل وهو الحق قال وهو الحق من ربهم اي من الله اذا اردت ان تنافس غيرك سياسيا او حزبيا او في اي مجال نافس غيرك بشريعه ربك نافس غيرك بما يتوافق مع شريعه المجتمع الذي تعيش فيه اذا كنت ذكيا حتى اذا اردت ان تخدم اهدافا سياسيه فلماذا تعارض شريعه المجتمع؟ لماذا تعارض الدين الذي يؤمن به المجتمع؟ الذكاء يدفع الانسان الى هذا، اما ان تعارض الشريعه وتعارض الدين الذي تؤمن به الامه فهذا لا يجوز، لذلك قال الله عز وجل: وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم واصلح بالهم، ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل. الاراء الخارجية باطلة متى يدرك هؤلاء الناس هداهم الله للحق متى يدركون ان الذي جاء بخلاف الشريعة الاسلامية هو الباطل متى يدركون بان ما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم وما نزل عليه هو الحق متى يدركون لو ادركوا هذا لاراحوا واستراحوا والله عندما يتقوى ايمانك بالله وينشرح صدرك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه تطمئن وترتاح لا تحتاج الى مزيد عناء ولا الى مزيد شقاء وانما تطمئن لانك امنت بان الله عز وجل هو الحق وبان رسوله صلى الله عليه وسلم حق فانت انئذ مرتاح البال ولن يختار الله عز وجل لك الا الاصلح لذلك القضيه تحتاج الى وضوح ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم لاحظوا كيف يؤكد لك دائما المرجعيه يؤكد لك دائما ان القضيه ليست اجتهادا شخصيا لو كان اجتهادا شخصيا لكان قابلا للنقاش كيفما كان صاحب الراي الم يقل امامنا مالك عليه رحمه الله كل كلام يؤخذ منه ويرد الا صاحب هذا القبر واشار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن لسنا متعصبين ما كان الفقهاء ولا الخطباء ولا علماء الامه من قرون ما كانوا متعصبين للراي ولا متعصبين لمواقفهم الشخصيه وانما يتعصبون اذا جاءت القضيه في ايه قرانيه صريحه واضحه او في حديث صحيح صريح نعم هنا لا بد ان يكون للإنسان موقف لقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم أحد لغضبه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لا يغضب لآرائه الشخصية عندما اتخذ موقفا برأيه الشخصي هذا يعرفه طلاب الدراسات الإسلامية كان صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة يتجول في الحقول أو في غرض، فسمع أو تحدث له الناس عن تلقيح وتأبير النخل فقال لهم ماذا يفعل هؤلاء؟ قالوا إنهم يلقحون النخل أي المذكر في المؤنث من أجل أن تعطي التمور النتيجة، فقال لهم ما عليهم لو لم يفعلوا؟ يعني هذا أمر عادي يبدو أنه حتى لو لم يلقحوا لم هذا رأي شخصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بتلك النخيل التي لم تلقح كان إنتاجها ضعيفا في تلك السنة فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كذا وكذا ففهم الناس هو لم يقل لهم افعلوا أو لا تفعلوا إنما قال يبدو لأنه صلى الله عليه وسلم خبرته في تأبير النخل هو لم يبعث من أجل أن يكون وزير فلاحة أو من أجل أن يوضح للناس ما يتعلق بتأبير النخل أو تأبير الزيتون وإنما بعث بالشريعة من أجل تنوير القلوب ومن اجل ايضاح الحقائق والمعالم الكبرى فلذلك عندما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له نتيجه النخل التي لم تؤبر قال عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بشؤون دنياكم اي هذا شان يتعلق به يتعلق بالتجربه وبما يفعله الناس هل تدخل الفقهاء في مختبرات الاطباء وفي مختبرات كليه العلوم فقالوا يجب ان يكون هذا كذا ويجب ان يكون هذا كذا لا هذه اشياء تخضع للتجربه وتخضع للعمل والاجتهاد والبحث لكن في القضايا الشرعيه كان صلى الله عليه وسلم يغضب عندما يسمع بانتهاك حرمه من حرمات الله عز وجل لذلك يدعو الله تعالى الى هذا التمايز ثم يبين الله تعالى اختصر لكم الكلام لان الصوره ليست طويله ولكن فيها كلام طويل جدا في آياتها وما يستنبط فيها من أحكام يوضح القرآن الكريم قضية المرجعية دائما لمحمد صلى الله عليه وسلم في سورة محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده فيقول الله عز وجل هذه يحفظ هذه الآية أيها الشباب أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم هذه مقارنة قارن بين شخصين أفمن كان على بينة من ربه انسان اذا اردت ان اضرب لكم مثلا عنده رخصه سياقه ممتازه وحصل عليها بجهده وبحفظه وبتدريبه ومعرفته فاعطيناه سياره يقودها الامور عنده واضحه المعالم واضحه السياره يعرف كل مكوناتها وما فيها والعلامات عنده محفوظه هذا يمشي بسلام ويصل انسان اخر لم يتعلم قط لم يدخل مدرسة لتعليم السياقة، ولا وضع يده على المقود، ثم أعطيته سيارة من أجل أن يسافر بها. ما النتيجة؟ أفمن كان على بينة وليس على بينة من اجتهاده ولا من رأيه، وإنما على بينة من ربه، يؤكد لك دائما أن الذي لا نقبل النقاش فيه هو ما جاء من ربنا عز وجل، لأن هذا تحدٍ صارخ لله اما ما اجتهد فيه البشر فاذا اجتهدت فيه فانك يؤخذ من كلامك ويرد وتناقش وتحاور اما ان تناقش ما حسم الله فيه فهذا ما لا يجوز افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله اعمال سيئه والله استغرب كيف يزين لل... الشيطان للناس الفساد استغرب هذا والله كيف يزين الشيطان للانسان الخمره؟ كيف يزين الشيطان للانسان الحشيشه؟ فيدافع عنها ويناضل وكانها شيء من الضرورات التي لا يجوز ان تنتهي من حياه الامه. كيف يدافع الانسان عن الخمره دفاعا مستميتا وكان الحياه لا تستقيم بدون خمره. وكيف هذا ما يشير اليه القران عندما يقول كمن زين له سوء عمله لكن من اين جاء به واتبعوا اهواءهم اتباع للهوى وليس هوى واحدا لو كان هوى واحدا لكان مقبولا او لكان على الاقل مستطاعا ان يتغلب عليه لكن المصيبه انها اهواء لان الهوى ليس واحدا لكل واحد منا هواه لكل واحد اذا كانت البشريه سته مليارات من الناس فعندنا سته مليارات هوى لكن الحق واحد واتبعوا الحق ولم يقلوا واتبعوا الحقوق من ربهم اتبعوا الحق من ربهم الحق واحد والرب واحد والنبي صلى الله عليه وسلم واحد والدستور وهو القران الكريم واحد وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المطهره واحده وهو الحق من ربهم لذلك القران يطرح لك هذا السؤال افمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم ثم يطرح القران الكريم قضيه اخرى والقضايا كثيره فيقول افلا يتدبرون القران هذه دعوه للجميع هذه دعوه للجميع ايها الشباب حتى لو كان لكم اصدقاء من غير المتدينين حتى لو كان لكم اصدقاء من حتى الملحدين او من العلمانيين او ليكونوا ما كانوا ادعوهم الى ان يتدبروا القران اعقدوا جلسات جلسات نناقش فيها ما جاء في القران لأن الناس يسمعون أشياء عن القرآن، يسمعون أن القرآن مع الإرهاب، وأن القرآن ضد حقوق المرأة، وأن القرآن ضد الحرية، هذه أشياء تشاع على القرآن من زمان، لذلك تحتاجون إلى جلسات من أجل أن نتحاور، ومن أجل أن نتحادث، لأن الإسلام لا يريد من أحد أن يفلت منه، لا يريد من أحد أن يضيع. لان ذلك الشاب الذي انحرف في فكره او انحرف في ايمانه ضاع منا ضاع منا وضاع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه عليه الصلاه والسلام ارسل رحمه للعالمين لذلك قفوا جيدا مع هذه الايه افلا يتدبرون القران ولو تدبرت القران لوجدت ان كل ما فيه هو الحق الا اذا كان القلب والعياذ بالله منغلقا فهذا هو المشكل هنالك نعم من قلوبهم مقفله وباقفال شديده جدا لا يمكن او من الصعب جدا ان تفتح لذلك يقول القران في سوره محمد صلى الله عليه وسلم افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اذا ولم يقل قفل وانما اقفال للاسف هي اقفال اقفال في الماضي وما يتوارثه الناس اقفال من القراءات التي يقرأها الناس أقفال من المصالح التي تأتي لأناس أقفال كثيرة جدا لذلك لا بد من وقفة ثانية مع صورة محمد صلى الله عليه وسلم أرجئها للخطبة المقبلة بحول الله عز وجل أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم فادعوه عز وجل يستجيب لكم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة ما زلنا في اليوم الأول من شهر ربيع الأول أريد أن أذكركم وأذكر نفسي بان نخصص جزءا مهما منه للتعرف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن مدعوون جميعا الى ان نقتني كتابا من كتب السيره النبويه او من كتب الشمائل المحمديه لان الله عز وجل يقول ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون والله الذي لا اله غيره لو ان هؤلاء المعادين للشريعه المعادين للسنه المعادين للقران المعادين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو عرفوه حق المعرفه لما كان منهم الا ان يتبعوه، ولما كان منهم الا ان يحبوه، لان الانسان عدو ما يكره، حاولوا ايها الشباب ان تنشروا ثقافه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، ان واحدا من اولئك الذين اعتدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل سنوات في اوروبا بنشر الرسوم المسيئه، واحد من هؤلاء الذين تولوا كبر هذه الجريمه. عندما وصلته الاخبار الحقيقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد الا ان يندم على ما فعل وان يعتنق الاسلام ولعل بعضكم قد شاهده على اليوتيوب وهو في حج في الحج لبيت الله الحرام، يحج بيت الله الحرام وقد اعلن اسلامه وصح اسلامه وهو نادم اشد الندم ويفكر في ان يكفر عن الذنب الذي قام به بدل التحريض ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد شريعته يبدأ في التفكير كيف يعوض عن تلكم الإساءة لذلك نحتاج فعلا إلى أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نعرفه بمجرد احتفالات فولكلورية ولا بمجرد رقص أو حتى مدائح فقط فقط وإنما المدائح جزء من الاحتفال برسول الله عليه السلام لكن أفضل منها أن نجلس من أجل أن نتذاكر ومن أجل أن نقرأ الشمائل المحمدية وأن نقرأ الخصائل المصطفوية وأن نقرأ كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى لعلامة المغرب الذي قالوا لولا الشفا ما عرف المغرب القاضي عياض السبتي من سبت المحتلة دفين مراكش عليه رحمة الله ألف كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى، اقرأوا هذا الكتاب، اقرأوا أمثاله من الكتب في سيرة رسول الله عليه السلام، أنا أعرف أن الشباب مشغولون الآن بالامتحانات، صحيح؟ ولكن إذا كانت لكم أوقات فراغ فحاولوا أن تشغلوا أنفسكم بشيء من دراسة السيرة والشمائل المحمدية لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لعلنا نرد بهذا هذه الهجمة الكاسحة على شريعتنا وعلى ديننا وعلى قرآننا وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة قبل الختم أذكر بأنه يزورنا اليوم أيضا إخوة لنا يبنون مسجدا لهم المسجد يسمى مسجد الصفا الكائن بالتجزئة لعلج قبالة تجزئة بن خيران طريق سمارة لمن أراد أن يزورهم هناك في عين المكان ولمن استطاع أن يتطوع معهم بما أفاء الله عز وجل عليه وفي سورة محمد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في آخرها يقول الله عز وجل هانتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم حظ هؤلاء الاخوه الذين جاءوا اليوم انهم جاءونا ونحن نتدارس سوره محمد صلى الله عليه وسلم وقد ختمت بهذه الايات نحن ندعى الى ان ننفق ندعى الى ان نتصدق ندعى الى ان نعطي المال اذا كانت هنالك جهات تتكلف ببناء الملاعب والمسارح وكل هذه المرافق فبيوت الله يتكفل بها المؤمنون نحن محتاجون الى ان نساهم لانها مصلحتنا نحن مصلحتنا ان تبنى بيوت الله، مصلحتنا ان يرتاد المسلمون المساجد، مصلحتنا ان تكون خطبه الجمعه حاضره في كل مسجد، وان تكون الصلوات تقام في كل حي، وان يحفظ القران الكريم في كل مكان، على رغم انف اعداء القران، لذلك هؤلاء زارونا يلتمسون منا ان نساعدهم لبناء هذا المسجد فاسال الله تعالى ان يخلف لكل من انفق ولكل من ينفق ولكل من ياخذ بهم الاسلام والمسلمين ومن لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم، اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ هذا البلد من كل الفتن ومن كل المحن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظنا في ديننا، اللهم احفظنا في قراننا، اللهم احفظنا في شريعتنا، اللهم احفظنا في سنه نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظنا في فقهنا وفي شريعتنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين في بلاد الشام، نسألك اللهم ان تحقن دماء المسلمين في كل البلاد يا ارحم الراحمين، اللهم نسألك ان ترينا عجائب قدرتك في الظلم والظالمين. في كل مكان وزمان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الظالمين الظالمين لمن خلفهم آية اللهم اجعل الظالمين لمن خلفهم آية انصر اللهم المستضعفين في كل مكان انصر اللهم المحتقرين في كل مكان، انصر اللهم اهل الحق في كل مكان، برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم وفق شبابنا لما تحبه وترضاه، اللهم علم شبابنا ما ينفعهم، وانفعهم بما تعلمهم، وزدهم علما وايمانا، اللهم اربط لهم بين العلم والايمان، اللهم اجمع لهم بين العلم والايمان. حتى يكونوا سدا منيعا امام الغزو الفكري وامام الغزو الحضاري الذي يطعن في مقدرات الامه ومقدساتها برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، بعض الاخوات يرجون منكم الدعاء لهن بقضاء الحاجات وشفاء الامراض، اللهم اشف امراضنا وامراض المحتاجين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم امير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه اري الحق حقا وارزقه اتباعه واري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئ له اللهم بطانه صالحه تقود بناصيته وتعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والاخره امين 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 وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين خصوصا الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب رسول الله اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالم.